الدوام لحدا البريد ديال حي تلال. الاتجاه ديال سيدي سعيد. اللي من حي تلال الأصلي، على اليسر حي رياض تلال، زوج تبارك الله زوين ما شاء الله. اللي على اليمين ديالنا ملعب ديال القرب ديال تلال، هذا اللي في هذه الجهه، ومازال كاين ملاعب اخرين فوق ديال تلال. هنايا من المفروض ان غادي يديروا ان رون بوان في هذه البلاصه هذه. متجهين ان شاء الله تعالى سيدي سعيد، ومن تما غادي نمشيو لباب برد عين، نشوفوا الاشغال فين وصلت فيها. الباب التاريخي ديال باب برد عين، هذا المواكبه ديال المشاريع ديال التثمين ديال المدينه العتيقه، الابواب التاريخيه اللي تقريبا كلها كملت الاشغال فيها، كاين اللي تفتحوا كاين اللي مازال، ولكن عموما الغالبيه العظمى ديال الابواب راه تفتحوا. باب بني محمد مفتوحه، باب القصدير مفتوحه، باب تيزيمي مفتوحه في وجه العموم في المرور. قتلنا باب بوعماير حتى هو كنتسناو انهم يحلوه، ان غادي يكون عنده اثر ايجابي على دوك الاحياء ديال تما، الاحياء ديال كارتي برادا المرس. المهم ان شاء الله تعالى باب الخميس حتى هي مفتوحه الحمد لله، في انتظار تشغيل الاناره ديالها، يعني حيت مازال ما تمش التسليم النهائي ديال الاشغال. التسليم النهائي تيجي من بعد ما كتجي واحد اللجنه ديال الوكاله اللي مكلفه بالاشغال. نتمنوا اننا في مستقبل الايام نشوفوا حتى هاد المحلات هادو يتعاودوا كلهم، هادو وحده سيدي سعيد، هادو كلهم خصهم يكون عندهم واجهه موحده ويكون عندهم شكل واحد، يجينا جايين في الدخله ديال المدينه، يعني يتزامنوا مع التهيئه ديال هاد الشارع هذا اللي تاهو ان شاء الله تعالى تيتسنى الوقيته ديالو باش ان شاء الله يتهيئ. عندنا شارع رئيسي، شارع كبير، مازال واحد الباب نسيتها، هي باب جديد حتى هي راه كاينه فيها الاشغال ولكن معطله، ولكن خاصها يعني تسرع. وباب الحجر في الطلعه ديال سيدي علي منون، الطلعه اللي كتطلع للطريق فوق طريق بحال غادي يمشي بحال اللي جايين من الروامزين حنا طالعين، حتى هي تم الافتتاح ديالها تطلقات.
فقط خاص هذيك الطليعات تقاد راه بان لي البافي حاطينو تما غادي يخدموها. هنايا كاينه ديك الخيمه اللي كتكون انويلمون ديال رمضان حدا اجلال، دابا تنتوجدوا على مستوى اجلال. الشارع هذا حتى هو كما قلنا حان وقت البرمجه ديال الاشغال ديالو. غنشوفوا غير الى شارع غادي يسبقه مور شارع محمد السادس، واش هذا ولا شارع السعديين. دابا كما قلنا متوجهين ان شاء الله تعالى الباب برد عين. سنوات هذه ما دخلناش لديك البلاصه ديالها. إقامة بدر ديال وجد عروس عندهم تيشوفو هنا وتيشوفو اللور. هاد الطريق غادي إن شاء الله النهار فاش غادي ربي يسهلو وتعاود غادي تكون واحد الشكل في واحد الحلة جيدة. خص ما ينقصوها هو إن شاء الله تعالى في ديك الجهة اللي طلع على جهة دردورة وطلع على دوك الجنانات وداك الشيء دوك الجنبات يديروا لهم بحال العاصمه الرباط. يديروا يطلقوا داك العشب في ديك البلاصه، غير هو خص ضروري توفير واحد المحطات باش تبقى تريطي داك الماء. الماء اللي هو تيتريطا خصو يزيد يتريطا باش يمكن له يصلح للسقايه ولا السقي. باب ثلاث فحول باب بحمولة تاريخية حتى هي، انه فاش يكتملوا الاشغال يجيو حتى هي يدوروا بها شويه. وراه حداها كاين واحد الملاعب القرب، خص دوك الجنبات ديالهم خصهم يتصوبوا فيهم واحد الفضاء دايرينو للطفل. صراحه في وضعيه دون المستوى، خص يجيو يشوفوا شي جمعيات اللي هما جادين يعني يتصوبوا ويكونوا جمعيات اللي هما تما اللي يبداو يديروا التحسيس يعني خص ضروري تكون واحد العناية. الصيانة راه هي الحاجة اللي كتخلي أي تجهيزات تبقى في المستوى. كما قلنا هاد الجهة هاد الحافة اللي على اليسر اللي للأسف كيجيو بعض الناس كيلوحو المتلاشيات ديالهم، خاص يتلقى لها حل، تاهي حل مستعجل. وهاديك البلاصة اللي جاية على الحافة خصي تطلق فيها الكازون، تعطي واحد المنظر زوين تما، يقدروا يجيو الناس يجلسوا. المهم هادشي غنشوفوه نتابعو ان شاء الله عن كتب هاد المشاريع اللي غادي تكون ديال هاد الشارع هذا. حنا دابا في الدخله ديال باب برد عين، هانتوما كتشوفو معانا هاد الطليعه هادي ديالها. خصهم يدوزو القدرون حتى لحد هنايا. ها هما دارو الارضيه راه تبارك الله تقدات ما شاء الله. الله العظيم الا توحشنا هاد باب برد عين. هذا جمع خنته بنت بكار، هذا هو المسجد اللي كان طاحت السمعه ديالو على السكينه الله يرحم الجميع، وتوفى اللي توفى. هذه هي برد عين. غادي نديرو الدوميتور ديالنا. صلاه العصر، اذان صلاه العصر. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، الفكره داروها رائعه. حنا غادي يدوز من السياره ان شاء الله تعالى. باب البرد عين تبارك الله. فاش تصوبات بغاو داروا له واحد التقاوس هنا من اللور، وداروا واحد الابواب غادي يديروا له كلهم غادي يكونوا فيهم ابواب. ما شاء الله ما شاء الله، صراحه ولات زوينه.
صراحة ما كتبوش على الله الحلة ديالها زيانت. نتمنى ان الناس يحافظوا على التراث ديالهم، نتمنى ان باش يكونوا اشغال خص ضروري هاد البارتي هادي اللي بقات في هاد الهبيطة هادي حتى هي تقدرونا باش تكتمل الصورة ويدوزوا على هاد الاصوار هادو تاهما ان شاء الله تعالى. اذا تحياتي لكم من حدا باب برد عين ومن امام ديك لا فاليز اللي طلع على الطريق اللي كدير مول ادريس وكتدير الورزيغه وما الى ذلك. تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.